الفيديو بتاع النهارده هيبقى عن النطق. انا عارف انكم بتحبوا النطق جدا، وانا بقالي كذا حلقه ما اتكلمتش عن النطق. هنتكلم على اشهر 10 15 كلمه ما تعدش ورايا يعني في الانجليش بننطقها غلط ولازم ننطقها صح. لازم، ما ينفعش الفيديو ده يعدي غير لما تنطقها صح. فاتفرج على الفيديو للاخر وشير. يلا بينا نبتدي مع بعض. اول كلمه معانا احنا كعرب، تخيل كعرب بننطقها غلط، هي كلمه Arabic. اغلبنا بيقول Arabic. اوكي اي سبيك Arabic، انا بتكلم عربي مثلا. اتس ايه ايه الايه الاولانيه مكسوره فبنقول ايه Arabic. اي سبيك Arabic. افتكر. تاني حاجه معانا هي كلمه مريح بالانجلش اسمها comfortable مش comfortable. comfortable. طب واحد يقول لي السر فين؟ الاو ار اللي هتطلع على الشاشه ديت ما بتتنطقش. اوكي فبنقول comfort يعني الاف بعدها تي على طول. comfortable. لو نطقتها غير كده مش هيفهمك اللي قصادك. اوكي comfortable. تالت كلمه معانا هي كلمه سهله قوي بس احنا مصعبينها على نفسنا. هي كلمه ملابس في الانجليش بتتقال close مش closes. النطق السهل ليها انك تقول close مش closes خالص. ملابس close زي open and close the door، زي لما بتفتح وتقفل الباب. اوكي رابع كلمه معانا النهارده تعالى كده عشان اقولها لك. pronunciation يعني النطق، وده الموضوع بتاع الحلقه بتاعت النهارده. اغلبنا بيقولها pronunciation بس النطق الصح هو pronoun مش pronoun. pronunciation. عندنا كمان كلمه percent، النسبه المئويه مش percent خالص، بنقول percent يعني مثلا 100% 100%. percent. اضغط على المقطع التاني. من الكلمات الشائعة كمان اللي متلخبط في نطقها كلمة heart قلب و hurt فعل بمعنى يؤذي. heart and hurt. اوكي فممكن تحطها في جملة كده لذيذة تقول لها مثلا ايه you hurt my heart. انتي اذيتي قلبي. you hurt my heart عشان ما تلخبطش ما بينهم. hurt يؤذي. heart قلب. عندنا كمان كلمة العالم في الانجليش ودي من اكتر الحاجات اللي احنا كعرب بننطقها غلط. world. النطق الصح world مش world. اوكي world. اوكي كمان كلمة خائف afraid مش afraid عشان كتير مننا بيقولها afraid. afraid خائف. كمان كلمة فندق بالانجليش hotel مش hotel. hotel. عندنا كمان وسائل التواصل الاجتماعي اسمها social media مش social. هي اغلب الكلمات اللي بيبقى فيها CIA بتبقى الشه. social media. عندنا كمان كلمة فيتامين. اوكي بالانجلش vitamin. اوكي بالبريطاني ممكن تقول vitamin بس مش فيتامين خالص يعني. المهم انها ايه vitamin. هعمل حلقه تانية وثالثه وعندنا لسه كلمات كتير قوي بلاحظ ان احنا بنتلخبط في نطقها. ممكن اعمل عليها حلقات عشان نصحح النطق ونظبط الدنيا. لو الفيديو عجبك بليز شير اند لايك از يوجوال كالعاده. و ذاتس اول. ثانك يو يا جماعه وخليني اشوفكم على خير.